قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين إن احتضان الرياض للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل دلالة قوية على الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة في تقريب وجهات النظر والتنسيق. وأكد حسين زين أن مشاركته تأتي في إطار تعزيز وتنشيط التعاون بين الأشقاء في مختلف المجالات الإعلامية مع الدول المشاركة بالمنتدى وإجراء المناقشات للدفع قدما بالتعاون في مختلف المجالات الإعلامية.